دقيت ابي طيب جوع ادق قبل ما انام جوع تبي انت ما تكارهني علم لا والله يا اخي ارسل لي واتساب شنو انا كارهك حقك علي يلا خلينا اروح كبس 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 عندك كيف جوع بيشا والله جوع بيشا حلوه ما عليه بس نهار لا تجون نهار عشنا معك بشرب السعد عنا في الاستراحه مو بعشاء سحور يا ريجي سحور والله بشرب السعد احنا عندنا صيام بكره ان شاء الله ان شاء الله لا هذه طلي طليان ولكم ولكم حطوا الشبك يلا اوه صادق ايوه احنا الله يسهل مو بسهل والله ما ندري احنا يمكن نروح للباحه رحله بسيطه يمكن نروح رحله تمشاية في الباحه ويمكن ان نروح لسوق الخميس ويمكن ان نرقد ما ندري احنا يعني ما ندري يمدحون أجواء في الباح مجازك والله يعني على حسب المجاز يا والله واو يسألك بها تذكر نبي. تذكر سريعة أوه يسرعة يسرعة سريعة فيها ميرة إيه تلبة هذيك تدبل تسبت تذكرها هرمية كانت تبغى يا عيال تدرون إني قد اشتهرت بس ما الله وفقني كانوا يا عيال تخيلوا اقسم بالله اصدقاء البلاتسكوب ايه لا دقيقه اقسم بالله كان في يا قبل ما ادري كم سنه هي 4 سنين ولا 5 سنين اقسم بالله ان كانوا يحطون صورتي عرض في التويتر والله بيت انبناها الله انهم كانوا يحطون صورتي عرض في التويتر وانا قال لك ايه داق باللطمه تذكر؟ اي والله من جدك اقسم بالله كانوا يطقطقون علي الله يستر عليك الصيني ونعم ابو هدى لحل طريق عسر طلع ما ادري بس يا اخوي حط صورتي قبعت في التويتر قبعت ملعون الجدف اشهدوا بالله انهم حبوني كنت ابث ما بدنا نسر احنا اخوان عادي الجيش اللي جانا وش اسمه بيجيك العلم كنت ابث ولا كنت اعرف هذا طبعا ما هو بحساب ما عندي بثوث اي شيء ولد عمي سالم فاتح بث هنيا والواوي كان متغرب للرياض وحنا في الديره ومبطين منه وكذا وقال له تعالنا وحط وكان فيه قسط وقتها هذيك الحين كان فيه بنت مشهوره توها من شهره زينه بدون ذكر ما نبي نعلمكم باسمها من شهره توها من شهره و يهرجني بها الواو يقول يا ولد شفت المقطع انا يا زينه زينه اذر البث قابع وفي واحدة مشهورة اسمها خطنطر وجهت الناس في البث ايه خطنطر هي الجيش حقها ايوه البث كان فيه واحد اللي هو الواوي قست وهنا اذر في البث 2800 في البرسكوب قلت انا يا زينها زينها علي الملازيم انها برتكانة هي في عز شهرتها من شهرة وقتها من شهرة غنت سبحان من رزقها وانشهرت المهم وكنت اقول يا زينها زينها اشهد بالله يا ابو محمد ان كانها برتكانة اقول انا ما ادري الواوي واسمعوني الناس ولا ما يسمعوني يا قبع البث ما ادري وش قف 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 داعسوا الناس ليه لا خل معك هذا عاد بعدين حقت ام بي سي ذي بعدها بعدين بس المهم مشاهير اثنين خطنطر وناصر ارثر هم اللي تهرجوا عني في التويتر في التويتر قالوا يا ولد هنا واحدة في بيشة مهبول اللي الحرام منها مهبول مهبول وثامر الشنب ويجهام باقي حد منهم هنا انشهرت انا ذا الحين ها انشهرت ذا الحين لا حقنا برسكوب انشهرت اكثر من خطنطر وناصر ارثر يلا خطنطر المقالب انشهرت ذا الحين يا خطنطر يلا 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 امشي يمشي كده كده ايوه يمشي كده كده أيوة. الرئيس يا خطنطر وناصر ارثر و تامر الشنب شنب شنب ها انشهرت انا ذا الحين يا اخوان انا ذا الحين المشهور انا ذا الحين المشهور انا ذا الحين المشهور انا ذا الحين المشهور انا ذا الحين
يا بيا لما انكحلت الى عيون ما فكرت بالوالية وقتني بجلايا وهديت حلمي وابن الجسر لا تعلق وانزل على حبيبي خذ حق بنقرهون بنقهرون يعني إيه إذا موجودة هي بعد حية أصلاً قال بنقهرون إذا حية أطنطر إيه؟ وتنقر خذ الضر ونازل ضر وما غير الشنب وثامر الشنب اللي شايف نفسه ربك الله يبني حط القلب على الحين انا اسوي شير الخطنطر وناصر ارثر وثامر الشنب وزق عليه من قبل ما قال حبيتها وعلى الشر من تعذب ومضيديه انا الحين اسوي شير الخطنطر وناصر ارثر وثامر الشنب واقول ما قلب ما قلب لا يا اخوان جدتي راح يخطي عليها لان جدتي صديقتي مع الشورى إيه لا جدتي اللي في التويتر عندنا جدتين جدتي الصغيرة وجدتي اللي في التويتر جدتي تويتر صديقاتنا لأن مزوت فينا مقلب الحين أنا أقدر أسوي مقلب إيه نشوف خط أنطر ويني بس خط أنطر ناصر آرثر وثامر الشنب متى تبي متى تبي المقلب بكرة أبشر المقلب يا واوي بكرة أمشي من البجية وين أمشي ولا سوي إنسان ولا حضن حد بكرة أمشي بكرة أمشي بالسعد ولكم الإماراتي أرحب يا الإماراتي دبل أرحب إن شاء الله عقب العيد عقب العيد علمهم تفرح مرات بالعيد مسيرين عليهم مسيرين الله العقب شر أشهد بالله أني تبي الصدق نبه أبو ظبي يزن زينة والله أنا رايحينها بإذن الله احتزم تم
والله يا بإذن الله. لا عقب العيد ما عندك شيء. أصبر بس حنا... تحضر حلقة لهم بس نصرف سعود العتيب. نصرفها بحلقة. أنا ما عاد ما عندي ارتباط قوي جدا إلا مع عرض العطور. إيه شهر علمتهم ولا لا؟ إيه يدرون. شهر واحد. شهر واحد اللي هو 27/7 ميلادي. إيه. عرفت هجري ما أدري كم ما أعرف أنا هجري. جحله فوق الجنة. لا والله عينك. في معنى كلامه يقول الله يحييكم الفوالة. والله ونعم. استاهل. ونعم. لا لا والله ما عندنا احنا ابها اصلا قريب يعني ما هي بشيء. ايه بنخليها معرض العطور. ايه معرض العطور نقضيه 10 ايام. 10 ايام مو اول مره نطول فيها. والله اول مره نطول لكن بقى لازم نسوي لنا جدول. ما هو كل يوم نسوي الجدول كله. نوم معرض. لا يا ابو محمد خطا. المعرض مو ب 24 ساعة. حلالي كيف همله؟ حلالك يا ابو محمد من يوم يبدا من يوم يبدا الدوام احنا عنده. قبل يبدا. احنا متأكدين عنده. تدري وش الطريقة؟ المعرض يبدا عصر. شوف انا لا تحط عند الحساب لاني بخلي كل شيء مجاني لا يجي على الحساب. تعرف ابو كل جن اسجل عليه على ظهرك. والله. ايه يعني يمكن تطلع دين. والله دور واحد يكفني بس. تعرف ابو كل جن. من بعد المغرب للساعة 10 المعرض. من كم؟ من بعد المغرب للساعة 10. حلو جدول حلو والله. عقب 10 وشو؟ يا الله يا رب ترزقنا الرزق الحلال اللي ما حد بإذن الله يا أبو محمد. تخيل يا خوي إني أدخل أول يوم معرض أبيع الكمية كل بها ولا عاد أجي. شو شو يقول حرج حرج حرج. قرب يا ولد قرب يا ولد قرب يا ولد فين الدر؟ والله صدق أنيش. والله صدق والله صدق يمكن أخلص قبلها بيوم يمكن أجي. عرضهم للبيع. وانا بعد للبيع. كلنا للبيع يا اخوان. حنا جينا هناك للبيع. اقسم بالله يا حمار يا بهاج والله اني غبي. والله اني غبي صدق. قرب يا ولد قرب. والله زين عندنا وشين حوالينا. يلا. والله اني صدق. مسابح وخواتم. خواتم ومسابح. والله صدق. بكم؟ لحد الان والله ما حددت السعر لكن ما راح يكون نفس المتجر. المتجر علينا توصيل بس انت تجينا في معرض العطور ما في توصيل يعني تاخذ على طول يعني كنت نسجل السعر بيكون يعني مو هو بنفس يعني تقريبا 160 اقل السعر مستحيل اقل ولا ارفع مستحيل اني ارفع السعر لا لا ربع ال200 ما هو بنايشها مستحيل ينوشها اذا هو في التطبيق 199 ايه نعم مستحيل مستحيل ينوش 200 مستحيل لا ترفع على خشمي بإذن الله عطر فندر راح يكون والله والله اللي يعلم والله ذلك والله اللي سوى المعرض ذا حطه في عز الصيفية يجي إيه أمة عالم عالم إيه. فيه مشاهير أصدقائي بيجون تستاهل يا أبو محمد تستاهل طيب معنا في المعرض أصدقائي إيه في واحد كذا راسه كذا قصدك سعد وعبود إيه؟ والله نعم فيهم لكن مو بأصدقائي هذولا مو أصدقائي وش تسميهم هذولا حمد الحيمي خسي ويعقوب مو صديقي أصدقات ممكن 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 لا ممكن يسمى يعني زملاء زملاء صح صح زملاء زملاء عمل زملاء عمل يعني مسعود خسي تخيل ذاك غداء ونعم يعني صراحة هذه ناس لطيفة ونعم فيهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يعني أصدقاء واجد يعني عندنا أصدقاء واجد أنا أتوقع يعني المعرض راح يكون في الصيف وعندنا يعني بيكون يعني فيه ترتيب وناس لطيفة يعني اللهم صل على محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا مكانه خايستي الصدق ايه ما الجوال ترى بيطفي بعد علمهم بس ترى اطفى فجاه علمونا ترى انا بشاحن ليه تبي ترسل لحد ابو لاشا عليك اسم
ولد اشتغل جدي جاني وتيك ولد خلني على يدي. لا 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 اصبر 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 ابي لي واحد يا الربع ارضخ بارضخ رضخ ملعون. لكن شيء انا قلت كذا يا ابو محمد لا تعال حبوني يا ابوكم يدي يدي ما شاء الله 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 لا 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 مستحيل يا اخي انت جاي ارجع بوريك 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 بس في حاجه هنا شوف الاعداد ذا وين هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبو عبيد ونعم حياكم يا مرحبا بالأصدقاء السلام يا مرحبا بكم عساكم طيبين أخباركم يا أخوان هلا ومسهلا بأخونا عدنان وأخونا عبد الإله ومستر الله يحييكم الله يبقيك خير الله يسلمك يا مرحبا ومسهلا عدنان شو اخبارك بخير مرحبا انا والله ابد شلونك والله بخير شلون وين يا عدنان شلون بجوه الله يعلم جوه شلون ما شاء الله ما شاء والله اني بحايل قصد الفجر يسمونه يا ولد اللي وراك جبل نخيل اي اي جبل بحايل ما شاء الله بإذن الله أني جايك أنا ومسفر وعبد الله بإذن الله قريبا أوه انتظرنا بس الله يحييكم الله يحييكم وعين فراش وعين عطاء جعل أبوك بس أطلع رسالة والله يحييكم يا قلبي جعل ربي كبير يطول عمرك وش رايكم ناخذ النقاط اللي قربنا عليك بس لا والله لا والله مشرفنا دائما وابدا في صوت خايف الله يسلمك الله يخليك يا اخوان يعني هذه الاضاءه صدق ولا ايه 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 اضاءه صدقيه اضاءه واو واو شاهين عبد الاله اتوقع انا لو اوريكم من عندنا بيوت طين شبه المقبره انت 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 انت, أنت لا تسوي نفسك غبي ما غبي انت صوت يعني سماعتك خايسه الله يحييك والباب جاي سماعته خايسه يا ولد عبد الاله شلونك خير الرايت خير الرايت خير الرايت يا حبيبي تعال تعال ابني يا ابوك تعال تعال يا ابوك تعال انت تكلم عبد الله يا والله ابوك انا في المدرسه السلام عليكم اقول السلام يا مرحبا شلونك والله ابشرك صوتك منيح الحين لو كتب بشني وش رايك جوله من احكام ملعونه والدين تقول محترمة لا لا محترمة محترمة عشان أول بث لا يعني صراحة أنت أنا محترمك على المستوى الشخصي ولكن لأفوز عليك علقتك في الجبل اللي وراك الله يحييك الله يطول عمرك بالعكس والله أبشربه من عيني هذه كل هذه يا لعن أم يا حبيبي الله يلعن أم اللي يكرهك أنت ولا يا أخوان أنا استاذن الولد هذا محترم أنا ما أقدر يعني صراحة يا أخي مع السلامة أنا بروح شنو في؟ يا أخي الأخلاق حلوة. شو هذا الأخلاق؟ والله الواحد يستحي يستحي حكم يلعب. واحد. خلاص بطلنا السحور قرر. إيه أنا صراحة يعني كيف تبي تلعب مع واحد زي هذا؟ كيف يعني؟ علمهم إنك بتطفي لأن نصرح ما سوصل. وينه؟ جاء. حبيبي فيصل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حق ورجل. وين؟ يا لا 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 يا جوله زقت مستعدين ولا ما انت مستعد زقت
هل ولا ولا سلي اشهد بالله ما بالله الله زق لين اظهر عيونك. قد لا لا بعيونكم يا ولا 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 حصد يقبل تعذر الاتصال عندي ليه شلون شبكه لا اصيدهم لا 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 حلالا يلا دب الوجه يلا دب الوجه الربع انا اعتذر انا اعتذر لنفسي انا بديت اختلف انا ضايف لي واحد ما ادري كيف ضفته كيف كذا سلامات سعد عند المنى انا مختلف ترى كذا هنا ابشر بي وانا خوزي بس لا لا جبت لكم واحد حلو جدا جميل جميل ربنا يصيده بس الشبكه شبكه محمد الشبكه عندنا النت عندي خايس انا والله النت عندنا شوف العلامات يا ولد ما ادري ايش صار شو دوك حتى المفاتيح جدتي جدتي ما تحمل أما جدتي والله أنا راح أرسلها جولتك أنت يا أبو محمد أنت أدري راح أروح أقول من جدتي ترسل لي أبو محمد أنا كيف أخليهم يحطوني جدتي راح أروح يا ويلك خلاص جدتي يا في عمها الجدة ما تحبث روح لها روح يقول ما جاء الصدام